السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إبراهيم المرسي، وفي الفيديو ده هنتكلم فيه عن الهيدروليك سيمبولز أو اللي بنقول عليه بالعربي رموز الدوائر الهيدروليكية. طبعا في الأول عايزين نعرف إيه هي الرموز الدوائر الهيدروليكية. الرموز دي هي عبارة عن ان انا بعبر عن المكونات الهيدروليكية بواسطة رموز، وده عشان اسهل رسم الدوائر الهيدروليكية. والرموز المستخدمة دي بيبقى ليها كذا ستاندر، يعني اشهرهم اللي هو البريتش ستاندر بي اس 2 29 17، اللي هو شركة يعني المنظمة العالمية للتوصيف اشتريته الايزو، بقى تحت مسمى ايزو 1219. وفي برضو في مواصفات تانية زي السي توب، وفي كذا مواصفة. يعني احنا مش هنخش قوي في التقسيمات بتاعة المواصفات، بس هي المواصفات كلها تقريبا متشابهة. احنا عندنا الرموز دي بيبقى هدفها ان هي تظهر نوع وظيفة المكون والتوصيلات ومسارات الزيت او مسارات الفلو او التدفق. وممكن ان انا اجمع كذا رمز من الرموز الاساسية مع بعض عشان اعمل رمز تالت، ممكن نقول عليه رمز مركب مثلا. وفي نفس الوقت عايزين نخلي بالنا من نقطة مهمة، ان الرموز ما بتديش اي انديكيشن او بتديش اي انطباع او دليل على حجم الجزء، وفي نفس الوقت ما بتديش اي حاجة عن اتجاه الجزء ده عامل ازاي، او الاجزاء اللي متركبة عليه اتجاهها ازاي. يعني في مثال الصمامات لما بيكون عليها مثلا جهاز تحكم او زي السولينويد او كده، مش معنى مثلا مرسوم على جنب الصمام من على اليمين او من الشمال ان ده مكانه الفعلي في الحقيقة. ممكن يبقى مكانه زي في الرسم، بس ده مش ضروري. يعني اول رمز هنبدأ بيه مع بعض اللي هو السهم المايل. السهم المايل ده بيعبر ان المكون ده adjustable or variable، يعني المكون ده متغير او قابل للضبط. يعني ده بيعبر ان المكون المرسوم عليه variable او adjustable، اللي هو معناه ان المكون ده متغير او قابل للضبط. طب السهم ده انا ممكن الاقيه على ايه؟ يعني انا ممكن الاقي السهم ده مرسوم على سبرينج او سوستة، ده معناه ان السوستة دي انا اقدر اظبطها. في نفس الوقت ممكن الاقي السهم ده مرسوم على ترومبة او مضخة، ده معناه ان المضخة دي الفلوريت بتاعها متغير، او ممكن انا اظبطها او ممكن اتحكم فيه. وده قدام مع بعض هنبدأ نشوف ايه استخدام السهم المايل ده في كذا حاجة. برضو ممكن الاقيه على الفلو كنترول فالف، ده معناه ان انا اقدر اغير الفلو كنترول فالف ده، مش ثابت، لا انا اقدر متغير واقدر اتحكم فيه واقدر اغير الفلو اللي هو بيخرجه لي. وفي العادة السهم لما بيبقى مرسوم على مكون بيبقى رسمة المكون دي في حالة عدم التشغيل او في حالة الديفولت او النورمال بتاعته. تاني سيمبول هنشوفه مع بعض اللي هو الخط الكامل اللي هو السوليد. الخط ده بيعبر لي، الخط ده بيعبر لي على الخط ده تدفق رئيسي او مين فلو ريت لاين. ده بيعبر لي على مين لاين اللي هو يعني خط رئيسي. الخط ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن يكون خط سكشن او خط ديليفري او خط ريتير، يعني ممكن يبقى خط سحب للترومبة اللي هو ده يعتبر خط سحب للترومبة انه بيسحب من التانك. ممكن يبقى خط طرد او ديليفري للترومبة اللي هو ده، او ممكن يبقى خط ريتير اللي هو راجع، غالبا براجع للتانك اللي هو الخط اللي بيبقى قبل التانك ده. الخط ده نقدر نقول عليه خط ريتير.
يبقى الخط الفلور الرئيسي او مين فلور لاين ده ممكن يبقى خط ساكشن او خط ديليفري، او ممكن يقول عليه بريشر لاين، مش لاين يعني خط ضغط، او خط رجوع اللي هو ريتيرن لاين اللي هو خط رجوع للتانك. بعد كده هنخش على حاجة تانية اللي هو الداش لاين. الداش لاين يا اما بيبقى فيه نوعين عندي من الداش لاين، يا اما هو بيبقى نوع واحد. يعني في بعض المواصفات بتقول ان الداش لاين بيبقى فيه داش لاين الشرطة بتاعته قصيرة، في داش لاين الشرطة بتاعته تبقى طويلة شوية. المواصفات اللي بتفرق بين الاتنين داش لاين دول، بتعمل الداش لاين اللي هو بخط شرطته قصيرة، بيقولوا عليه ده اللي هو الدرين لاين، أو اللي هو خط تصريف، والخط التاني ده بيقولوا عليه بايلوت لاين، أو اللي هو خط مرشد أو إشارة تحكم. الاتنين نفس المعنى، بس عشان ما نتلخبطش احنا بس قلنا المعلومة دي لمجرد العلم. بس غالبا في معظم الرسومات سواء في الحياة العملية أو في المرجع اللي احنا هنشتغل منه، هو بيبقى داش لاين واحد، وبيتم التفرقة بينهم حسب الفانكشن بتاعتنا أو حسب الوظيفة. لأن كده كده الدريل لاين ده غالبا بيبقى راجع للتانك، بنلاقيه راجع للتانك كده، والبايلوت لاين او السيجنال لاين او اشارة التحكم دي غالبا بتبقى داخلة على صمام عشان تأدي فانكشن معينة او تأدي تحكم معين. يبقى خلاص عرفنا ان خط التصريف او الدليل لاين ده مسؤول عن اعادة الاويل بتاعنا او المائع المتسرب من مكون معين للخزان، تمام. وخط المرشد او البايلوت لاين او اشارة التحكم ده مسؤول عن نقل اشارة ضغط من نقطة لاخرى بقى. ونخلي بالنا من النقطة دي ان هو نقل الاشارة دي باقل تدفق ممكن، ان انا في حالة البايلوت لاين غير في حالة المين بريشر لاين. انا في المين بريشر لاين انا بنقل فلو بكمية فلو معينة وبضغط معين، لكن انا في البايلوت لاين انا محتاج الضغط بس مش محتاج الفلو في حاجة. فغالبا في الحالة العملية بنلاقي البايلوت لاين او اشارة التحكم دي ماشية في مواسير صغيرة خالص. وقلنا ان احنا غالبا في الدوائر هنلاقي الداش لاين كله واحد، وبفرق بينهم طبقا للتطبيق الخاص بيهم، لان غالبا خط الدرين لاين بيبقى راجع للتانك. تاني حاجة هنتكلم عليها اللي هو الرمز ده، وده اللي هو بنقول عليه التشيك فالف او النون ريتير فالف، اللي هو بنقول عليه بالعربي صمام لا رجعي. استخدام الصمام ده وميزته ان هو بيمشي لي الفلو في اتجاه واحد اللي هو الاتجاه ده، وفي الاتجاه العكسي بيمنع سريان الفلو. والصمام اللا رجعي ده بيبقى مش يعني بيأدي الوظيفة دي ازاي؟ عن طريق ان الصمام ده بيحتوي على كورة بول يعني، او عنصر قفايز اللي هو بنقول عليه بوبت. يبقى نلاقي فيه جواه بول اللي هي كرة، او بوبت ده اللي هو عنصر قفاز. سواء البول او البوبت دي بتبقى قاعدة على سيت اللي هي قاعدة، ولما بيجي الفلو من اتجاه معين بيزق الكرة او البوبت دي في الاتجاه ده بحيث الفلو يمشي، اما في الاتجاه العكسي هو بيمنع سريان الفلو، لان بنلاقي ان البول او البوبت رجعت قعدت على السيد بتاعتها او على القاعدة بتاعتها. طبعا هنعرف ان ميزة البوبت عن البول، البوبت بتدي سيلينج اكتر او منع تسريب بكفاءة احسن، ان البوبت هي بتبقى عبارة عن جسم كده غالبا شكله مخروطي بيبقى قاعد طبعا على القاعدة بتاعته. فطبعا بيبقى حتى لو كان في شوية ويرنج في الفالف او كده، فالبوبت كده كده يعني نقدر نقول بيطبع السير بتاعته، او بيبقى عامل
كومبليت سيلينج، غير لما يكون عندنا هنا البول هنا لو في اي كونتامينيشن او اي شوائب وقفت تحت البول، فممكن تخلي الصمام بتاعنا فاتح على طول. طب احنا في الرسومات هنلاحظ ان في بعض البلوف بيبقى نونشيك فالف في سبرينج مرسوم. اللي عايزين نقوله هنا ان كده كده سواء في الرمز ده تمام او في الرمز ده، فعليا او في الحقيقة الصمام نفسه فيه سبرينج او فيه سوستة، بس فرق ان ارسمها او ما ارسمهاش. لما ارسمها كده نعرف ان الصمام ده شغال او بيفتح عند قيمة حرجة من الايه، من الضغط، او ان الضغط هنا يعتبر حاجة حرجة او بارامتر حرج او كريتيكال بارامتر للدايرة بتاعتنا. فلما يكون الضغط عندنا حاجة كريتيكال في الدايرة ولازم يبقى محسوب، ولازم يبقى محسوب ان الصمام ده يفتح عند ضغط قد ايه، لازم في الرسم بتاعنا بيظهر لنا السبرينج او السوستة.